هو انا ما كانش في نيتي خالص ان انا اطلع اعمل اللايف ده، انا كنت خارجه وماشيه عادي جدا، بعمل نافيجيت كده على الفيسبوك، بقلب بلاقي كميه بوستات رهيبه رهيبه بشان طلاب الثانويه العامه والامتحانات اللي بتتسرب ونفس المتاهه والموال والهم اللي احنا بنبقى فيه كل سنه. فانا طالعه جايه من المستقبل كده لاي طالب في ثانويه عامه بيتفرج عليا، او اي طالب مقبل على الجامعه، او اي حد بيتفرج عليا عنده حد في ثانويه عامه، لان انا عارفه ان اي حد في ثانويه عامه بيبرجل البيت كله، البيت كله بيتبرجل لمجرد ان في واحد فيهم في ثانويه عامه. فاسمعني، انا جايه لك من المستقبل، يعني بعد ما اتخرجت خلاص الحمد لله، انا لسه متخرجه السنه اللي فاتت. عايزه اقول لك حاجه، ايا كان في تسريبات، في مشاكل، في قرف، عايزه اقول لك لم يخلق الله في قلبك امنيه عبثا. يعني ايه؟ يعني ربنا ما زرعش في قلبك حاجه نفسك فيها من فراغ، مش هيضيعك ايا كان. حتى لو نفسك تبقى مثلا، هضرب لك المثل عليا، انا نفسي ابقى مترجمه مثلا، نفسي ابقى مترجمه، انا جبت 91%. طبعا 91% بالنسبه لاي حد بيمتحن ثانويه عامه دلوقتي فهو مجموع مش كويس، لان هم كلهم عايزين يجيبوا 98 و99، دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه رائعه، دي حاجه جميله، بس احنا بنقع في شويه دروبس كده بتدمر لنا احلامنا. لا، ما توقفش حياتك، ما ينفعش تقف على حاجه زي كده، ما ينفعش. ليه؟ لان انا قلت لك لم يخلق الله في قلبك امنيه عبثا. في 100 مليون طريقه ينفع تبقى فيها بيها مترجم، في 100 مليون طريقه ينفع تبقى فيها حد ناجح، في 100 مليون طريقه ينفع تبقى فيها حد بيقول انا موجود في المجتمع، انا مش حد ملوش لازمه، لا انا ليا لازمه وانا موجود في المجتمع. هتقعدوا تتسربوا في الامتحانات، في ناس هتاخد مجموعي، التنسيق هيعلى، انا ستيل موجود، ستيل موجود بالطريقه اللي انا عايز اثبت نفسي بيها. هضرب لك مثال بسيط جدا على نفسي. انا كنت جايبه 91% ودخلت كليه اداب اللي انتوا بتقولوا عليها كليه كحيانه، يعني اللي في سمعت ناس كده بتقول عليها كليه كحيانه في ثانويه عامه، مش عارفه مين الكحيان في دماغه اللي فاهم الطلاب ان اداب كليه كحيانه، بس ايا كان. انا اتخرجت من كليه الاداب، في قلب كليه الاداب كنت عندي، عملت كورس عمري في حياتي في حياتي ما كنت اتخيل ان انا بقى انستراكتور وانا بدرس. يا جماعه، انا وانا بدرس كنت بدي كورسات، وموقع يوديمي المشهور، اعتقد ان اللي عارف فيكم يوديمي عارف ان هو بياخد الانستراكتور على الفرازه. يعني على الفرازه، يعني بيهري كده، بيهري ويشوف الماتيريال بتاعته وبيقعد بقى يراجع الحاجات بتاعته الى اخره. انا كنت بدرس على موقع يوديمي، ودرست لاكثر من 50 واحد اجنبي على مستوى العالم لغه ايطاليه وانا لسه بدرس. وعايزه اقول لك ليه؟ لان لم يخلق الله في قلبي امنيه عبثا. انا كان حلم حياتي ان انا ابقى حد ناجح، مش عايزه اكتر من كده. كان نفسي في صيدله، بس انا ممكن ابقى ناجح في حاجه غير صيدله، ربنا اعلم بيا. على فكره وانا في ثانويه عامه كان اعلى الدرجات في، يعني اعلى درجات الحاجات اللي انا جايبه فيها النتيجه كان لغات. انا كان نفسي في صيدله مجال علمي، بس انا كنت ما كنتش اتوقع ابدا ان انا شاطره في اللغات كده، فقلت اكيد انا هعرف ادي في اللغات، فاهميني؟ فلم يخلق الله في قلبي امنيه عبثا. اصل الامنيه دي عباره عن ايه؟ طموح، تمام كده. يعني الطموح ده عباره عن ايه؟ خلينا في الطموح، احنا بني ادمين طموحين، عايزين نبقى حاجه وخلاص، عايزين نكبر بخاطر اهالينا، عايزين اهالينا يبقوا رافعين راسهم بينا الى خلخ. يعني ايه طموح؟ يعني امنيه زي الثقه بالنفس. الثقة بالنفس مش غرور. احيانا حد بيشوفك واثق في نفسك بيقولك انت مغرور، انت مش عارف ايه. في فرق ما بين الثقة بالنفس والغرور، لان الثقة بالنفس دي بتبقى مستمدة من الثقة بالله سبحانه وتعالى، تمام كده. بس انت بتمشي على الخطوات دي وبتأدي اللي عليك وبتسيبها على الله. انا جاي لك من مستقبل بقول لك اهو، انا دخلت اداب، ومن اداب عملت 1 2 3 4. من اداب بعد سنه اولى اداب كنت شغاله مترجمه، بعد سنه تانية شغاله في شركه انترناشونال اللي انتوا عارفينها، فودافون ايطاليا. فودافون ايطاليا شركه تقيله جدا ما شاء الله، ومش بتاخد اي حد. طيب، وبعد سنه تانية انا استلف فودافون ايطاليا، عملت حاجه جنبها، اشتغلت فويس اوفر، واشتغلت انستراكتور بدي كورسات ايطالي، واستل بدي كورسات إيطالي. وناس حضر كورسات وقدمكم مستوية. انا مش ضرورة، في فرق ما بين الضرور وما بين الثقة اللي بتستمدها من ربنا سبحانه وتعالى. انت بتعمل ليك، ولما اجي هكلمك في الاخر هقول لك والله حقا ده، علشان انا ان لم يقل الله يتم عبثا، اكيد ربنا كتب لي من الامنية اللي نفسي فيها. هو عارف انا
اني الاحسن فين. انا دخلت صاله ما كنت احقق كل اللي انا حققته دلوقتي وانا عندي 23 سنه وحققت كل ده. ما حققتش عظيم في حياتي يعني على الاقل ستيبس كده معينه يمكن توصل للي في يوم من الايام. مع اني دخلت كليه الادب تقولوا عليها كحيانه اللي في ناس منكم بيقولوا عليها كحيانه هم كحيانه بعقولهم اصلا يعني ادب مهما كانت كليه كحيانه ما فيش اي كليه في الدنيا كحيانه. كل علوم ربنا طحن. كل علوم ربنا فوق كل علوم ربنا على نفسنا. ربنا ما قال ان طبيب طبعا الطبيب اهميه جدا ده بينقذ حياه بني ادم بس ربنا الطبيب احسن من المهندس احسن من احسن من خريج خدمه كتير. كل واحد فينا ليه دور بيقدم. انت مع ما تقللش من حد على اغنيه كحيانه ارد ان مدرس زرع في كده. طب ما المدرس يعني مش بتكلم عن مدرسين محترمين. انا مدرسين كانوا كل الكليات قمه. استيل الصوت بايظ. الصوت دلوقتي عامل ايه معاكم؟ بيقطع برضو؟ يا نهار اسود بقى في ايه؟ انا هزعل يعني. انا عايزه اقول الكلمتين وخلاص. سامعني دلوقتي ولا ايه الصوت ايه؟ طب اضرب الموبايل ولا اعمل ايه في حياتي؟ يا عم التليفون اتكلم على مهلي. طب انتوا سامعيني دلوقتي ولا ايه؟ سامعيني؟ طب قولوا لي. حاضر خلاص بقى كويس. اوكي ماشي الحمد لله. طيب انا هكمل بس والله انا ما كانش في نيتي خالص ان انا اقول اي حاجه عن اللايف ده خالص. انا بس استفزيت شويه من حد بيقول على كليه الاداب كليه كحيانه. كليه الاداب دي عمرها ما كانت كحيانه. دي بتطلع عظماء. انا مش بتكلم عن نفسي انا مش عظماء بس طه حسين عظماء يعني بتطلع يعني ادباء وناس تقيله جدا في مجالهم. انا مش عظماء انا لسه ما بقتش عظماء ولا عظماء ولا نيله بس انا بتكلم عن ناس تقيله يعني اتخرجت من كليه اللي انتوا بتقولوا عليها كحيانه او اللي بيقول فيكم عليها كحيانه واللي بيدرس له اصلا مدرس ما دخلش كليه الطب يعني. فانت ليه بتقلل من 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 كليه تانية؟ انا بتكلم عن المدرسين اللي عندهم عنصريه او تحجيم. ف ليه؟ فمن الاخر كده انا طالعه اقول لك الكلمتين دول. انت اجتهد وسيبها على الله. حقك يتحرق دمك. حقك تكره نفسك. حقك ان تشوف حد مجهوده بيضيع بسببك. حقك ان تشوف حد مستفز على التنسيق نص درجه ودرجه ودرجتين وحرمك من كليه اللي نفسك فيه عشان قاعد يغش فجاب مجموعه اعلى منك. حقك بس مش حقك توقف حياتك. مش حقك تدمر نفسك. مش حقك تشوف دي اكون او لا اكون. انت ممكن تكون بمئة الف طريقة بمليون الف طريقة. ما دي مش مقياس خالص يا جماعة. بعد كده قسما بالله تخشوا الجامعة والله العظيم هتلاقوا ان انتوا كنتوا في بلح عايشين في مية البطيخ. هتلاقوا ناس دخلت في طب بيجيبوا مقبول من سنة اولى ومفيش حد بيسألهم انتوا جبتوا مقبول ولا جبتوا جيد ولا جبتوا امتياز ولا اي حاجة. ليه؟ لان انت بمجرد ما بتخش الكليه هما بينسوك اساسا. هما بس بيفوكس عليك في السنه دي بس. فما تشيلش هم. مفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل انك تدمر نفسك عشانها. ومفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل ان اعصابك تتعب عشانها. ومفيش اي حاجه تستاهل في الدنيا كلها انك تقلل من نفسك ولو كده عشانها. ليه؟ لان ربنا خلقك عظيم. ربنا خلقك خليفه خليفة الله في الأرض. ربنا خلقك حد مهم. لازم تآمن بنفسك. أنا مش مؤمنة بهذا للتنمية البشرية ولا اللي يطلع يقولك كلمتين من التنمية البشرية يحدفهم لك. أنا بكلمك عن حد جاي هو. أنا جاي لك هو من المستقبل هو وبقولك أنا هو عملت واحد اثنين ثلاثة من الكلية الكحيانة اللي انت بتتكلم عليها أو اللي فهمك ان هي كحيانة يعني. تمام كده. دي حاجة حبيت اتكلم فيها. تاني حاجة علشان والله في رسائل كتير جدا في البيج بتلود عليا. انا ما بقدرش ارد على كل الرسائل وفي تيم معايا بجد يعني فنطوتو كله كتشي ده فاري بالريسبوندري اللي هم بجد يعني تعبين نفسهم علشان يردوا على كل الرسائل اللي بتسأل عن الكورس بتاعي. فانا هرد هنا في اللايف مرة واحدة. يا جماعة انا بدأت الكورس بتاع اللغة الايطالية المستوى A1 من شهر 7 وهبدأ ويف جديدة بعد العيد علشان في ناس كتير جدا عايزة تبدأ. تمام. فاللي عايز ان هو يلحق يحجز لان احنا بنقفل المجموعة يتواصل مع الرقم ده واتساب هسيبه لكم اهو. يرجى اهو التواصل واتساب اهو
I'm sorry. انا نسيت الرقم، ثواني. طيب هسيب لكم الرقم بقى بعد اللايف وخلاص، هسيب لكم الرقم بعد اللايف.